أهلا بيكم أحبائي، مبسوطين نكون مع بعض النهاردة في اجتماع غير تقليدي، ووقت الخدمة النهاردة هيكون مختلف. مش عارف أقول إيه الحقيقة، لكن فرحان جدا وبتشرف جدا إن النهاردة هيكون معانا دكتور ماهر صمويل والأسيس سامح وريس في حوار. ونفسي قبل ما أبتدي أحاور أحبائي والقادة بتوعي أقول لكم وأطلب منكم تشتركوا معايا في إن إحنا نشكرهم ونكرمهم ونباركهم. دكتور ماهر معلم، مرشد، مؤثر شخصياً، طبيبي ومرشدي، واللي بتشجعني بنحبك وبنتبارك بيك كلنا، ومحظوظين إن إحنا جيل اتعلم منك كتير وفرحانين إنك وسطينا النهاردة. شكراً. السيد سامح والدي وأبويا وحبيبي ومثلي الأعلى، علمتنا وقدتنا سنين وما زلت بتبارك وتأثر في بلدنا وفي كنيستنا، بنحبك وبنباركك قوي. تعالوا النهاردة نشترك مع بعض في أسئلتنا، تعالوا النهاردة نتحد مع بعض بقادتنا ومعلمينا أننا نتحاور معاهم ونفكر معاهم في إيه اللي بيحصل اليومين دول، وممكن نتعلم إيه، والكتاب المقدس وكلمة الله، وإيه هو الفكر الإلهي والروحي لينا اليومين دول. هنتكلم مع دكتور ماهر والأسيس سامح النهاردة عن الخوف، هنسألهم عن الزمن وقرايتهم ليه، هنتكلم معهم عن الأخبار والميديا وتأثيرهم، هنسألهم كمان في البركة والحماية، وكمان إيه اللي إحنا ممكن نتوقعه لبكرة. هيمشي الحوار كالآتي، هسأل سؤال لدكتور ماهر، وبعدين هيكون في فرصة للأسيس سامح يعلق، بعدين أسأل سؤال للأسيس سامح ويكون في فرصة لدكتور ماهر يعلق. لو جاهزين اكتبوا كده على السوشيال ميديا، على الفيسبوك لو انتوا بتتفرجوا، او على اليوتيوب، ولو انتوا بتتفرجوا من التلفزيون خبطوا كده على اهليكوا اللي جنبكوا وقولوا لهم يلا نتعلم، يلا نسال، يلا نستفاد، وصلوا معايا دلوقتي ان ربنا فعلا ينير عيون اذهاننا نفهم وندرك مشيئته وفكره لينا كمصريين وكاولاده وكشعبه في العالم العربي كله. جاهز يا دكتور ماهر؟ تحت امرك. جاهز يا سي سامح؟ انا متحمس جدا. السؤال الاولاني دكتور ماهر، هو ايه اللي بيحصل اليومين دول؟ كلنا بنسال هو ايه اللي بيحصل، هو احنا فين وايه ده؟ والسؤال الاعمق هنا، فين ربنا؟ هو بعت لنا كورونا ولا هينقذنا منها؟ و ايه اللي بيحصل بالظبط؟ يعني اللي بيحصل غريب وعجيب، لكن لازم نكون فاهمين كويس انه ده غريب وعجيب على الجيل بتاعنا، لأن إحنا ما شفناش حاجة زي كده قبل كده. يعني أنا عمري قد عمرك مرتين تقريبا، لكن برضو ما شفتش حاجة زي كده. ففي كل الجيل بتاعنا لم نعايش تجربة وباء يجتاح العالم كله. فده اللي مخلينا حاسين إن دي حاجة غريبة وعجيبة وجديدة. لكن بلا شك القارئ للتاريخ البشري يعرف إنه ده لا غريب ولا عجيب ولا جديد على تاريخ البشرية. بشرية في طول تاريخها آلاف السنين لم يمر قرن عليها بدون وباء واثنين وثلاثة، وكانت أوبئة أشد فتكاً بالبشرية، كانت بتضيع ملايين في فترات قصيرة جداً. ربما الجديد مع هذا الوباء هو سرعة انتشاره بين الدول بسبب وسائل الطيران الحديثة اللي ما كانتش موجودة في أجيال سابقة، بسبب أيضا سرعة نقل الأخبار بين بلد وبلد، فبقينا كلنا عايشين مش بس رعبنا الشخصي لكن كمان رعب الآخرين بينتقل إلينا. لكن كمان من ناحية تانية ما أقدرش أنكر أنه إحنا في ظروف أفضل جدا من الأجيال السابقة، من حيث الوعي الطبي، من حيث توافر المطهرات، من حيث إمكانية العزل اللي ما كانتش موجودة في أجيال سابقة. فده من جهة قراءتي هو إيه اللي بيحصل بالظبط. من جهة موقف ربنا، هل هو ربنا اللي بعته الكورونا؟ هل هو ليه يد في اللي بيحصل؟ برضو أقدر أقول أنه على مر العصور المؤمنين بالله انقسموا إلى ثلاث أقسام من جهة قراءتهم للواقع، ودول المؤمنين. قسم يميل ناحية الربوبية أو الديزم، ربنا ملوش دعوه بأي حاجة بتحصل، ده مكروب والعلم هيتكفل بالموضوع وربنا حط للدنيا قوانينها وما بيتدخلش. وللأسف ده موجود أحيانا بين المؤمنين المسيحيين، إن ربنا ملوش دعوة بأي حاجة بتحصل. وفي إكستريم تاني أو تطرف تاني، الفيتاليزم أو القدرية، وده برضو موجود بين المؤمنين المسيحيين،
إنه كل حاجة بتحصل ربنا هو اللي عاملها، فهو الذي يعني يتدخل في المرض وحتى في الشر هو مصدره. وده تطرف تاني، وأنا بشوف إن التطرفين دول يتناقضوا تناقضا شديدا مع كلمة الله. إحنا بنؤمن أن الله ليس مصدر الشر لكنه مسيطر عليه. إذا تطرفت وقلت أن الله مصدر الشر فهذه إهانة كبيرة لله لا تليق بطبيعة الله الذي رأيناه في يسوع المسيح. وإذا عزلت الله عن الواقع وقلت أنه ملوش دعوة هذه إهانة لسلطان الله اللي علمنا عنه المسيح أن شعر من رؤوسكم لا تسقط بدون إذن أبيكم. شعر مش حياتي، مش عمري ينقص يوم، شعر من رأسي لن تسقط بدون إذن أبي. فقراءتي أين الله؟ الله حي، الله موجود، الله كبير، الله أعظم من الكورونا، الله عادد شعر رأسي، الله عادد أيامي، الله متداخل في كل خلية في جسدي، الله عينه تفحص كل شيء ويده تصل إلى كل شيء ويسيطر على كل شيء. والخبر الرائع الجميل اللي تعلمناه في كل العهد القديم والجديد إنه الذين يريدون الله، الذين يدعونه إلى حياتهم ويسلمون السلطان، يعني اللي بيعيشوا في ملكوته، هو وعدهم بوعد جميل جدا إنه يجعل كل الأشياء تعمل معا لخيرهم. فيقدر من أبشع الشرور، حتى لو دخلوا المرض، حتى لو اتعزلوا في مصحات، حتى لو يعني وصل بهم الأمر إلى الموت، يجعل كل الأشياء تعمل معا لخيرهم للذين يحبون الله. فدي ببساطة قراءتي للواقع أو رؤيتي لفين الله وإيه اللي بيحصل. أمين، دي إجابة مشجعة قوي. فهمت من الدكتور ماهر قاله لي أنه ولا الله هو السبب في المرض لأنه مش بيكون مصدر للشر، لكن في نفس الوقت هو مش بعيد والدنيا مش خارج سيطرته. أسي سامح، تحب تقول إيه تاني في السؤال ده؟ أفتكر أنا أتفق مع ما قاله الدكتور ماهر، وكلمة الله بتقول كده إن الله لا يجرب ولا يدعكم تجربون فوق ما تحتملون. فالله ليس مصدر التجربة الشريرة، وفي نفس الوقت مش بيسمح أن نجرب أكثر مما نحتمل كمؤمنين، وأنه معنا في التجربة، وأنه يحول الشر خير. فأنا عندي وعود لي كمؤمن تجعلني مطمئن في قلب العاصفة، ما يكفيني. ودي كلها آيات كتابية اللي أنا ذكرتها واحدة وراء الأخرى، فأنا أتفق مع الدكتور ماهر. يمكن اللي بيميز الجائحة المرة دي زي ما قال بالضبط إنها بانديميك، يعني كل الطاعون والإنفلونزا الأسبانية والأخرى اجتاحت مناطق معينة بشكل مكثف جدا، لكن المرة دي إحنا مش عارف 200 دولة لغاية دلوقتي ولا كام. وزي ما قال لأنه العالم بقى متصل ببعضه، فلم تعد الشيء يحدث في مكان في عزلة، العالم لم يعد معزول، الناس بتروح سياحة في كل حتة وبتنقل الحلو الوحش لكل مكان. وأفتكر الشلل اللي حصل المرة دي لم يحدث من قبل، إن الطيران يتوقف، الاقتصاد في دول عديدة يتوقف، وده بسبب الذعر وبسبب إن أنا مش عارف ده إيه، وإحنا نزلنا بنكتشف هو إيه البتاع ده. يعني لسه علماء عمالين يقولوا احنا ليه لناس بيبقى فيتل للدرجات دي، وليه بيعدي على واحد تاني بيكح كحتين وبيخف؟ فهو ايه ده؟ كل ده اميونيتي ولا كل ده جرعه الفيروس ولا هو ايه بالظبط؟ يعني احنا لازلنا في مرحله اكتشاف هذا الفيروس العجيب. هو فعلا من الواضح ان على قد ما ربنا عارف وربنا عنده كل السلطان، لكن الانسان عنده أسئلة كتير وإمكانياته فعلا محدودة بشكل غير عادي. سؤال التاني تكملة للسؤال اللي فات، وكلنا وإحنا بنقرأ الكتاب المقدس بنسمع في آيات عن نهاية الزمان، بنقرأ سفر الرؤيا، بنسمع في نبوات دانيال، وكمان في الأناجيل كان في أجزاء في الكتاب بتشير إلى آخر الأيام أو أيام معينة هتكون صعبة، الضيقة العظيمة، هتسمعوا عن زلازل، عن أمراض. فأسيس عايز أسألك، هو احنا فين
في تاريخ الكتاب المقدس، أو تشاور فين في الكتاب المقدس عشان تقول لنا أيوة 2020 أهي، أو كورونا بيشاور على هذا الإصحاح أو هذا الجزء، سواء جزء بعينه أو مبدأ كتابي. كتاب كلمنا عن الأيام دي فين؟ يعني عندي رأيي الخاص في القضية دي، أنه في تعليم المسيح الواضحة أنه في ساعة لا تظنون يأتي ابن الإنسان ويأتي كلس، وعلينا أن نكون مستعدين أن تكون اللحظة القادمة هي نهاية التاريخ، وده من 2000 سنة. من 2000 سنة أكيد كل ما الزمن بيمر وعلامات كثيرة من اللي قالها المسيح بتتحقق، إذن نحن أقرب من هذه الساعة. وحط واحد من العلامات أن يكرز بهذا الإنجيل في كل العالم، وده إحنا على وشك أن هذا يتحقق بصورة أو بأخرى، والميديا ساعدت على الأمر ده. تكون أخبار زلازل وبراكين، وإحنا طول العصور بزلازل وبراكين وأوبئة، فإحنا عمالين نجمع، يعني we are accumulating العلامات ديت بصورة أو بأخرى. أني أحدد بقى 2020 تقع فين من الزمن ده، أنا أفتكر أني أكون مفتري إذا أنا حاولت أعمل الحكاية ديت. والمحاولات السابقة اللي حاولت تحدد، فضلنا ساعة من المش عارف إيه وفضلنا نص ساعة، بقت كلها بخيبة أمل شديدة. لا يعني الرب يتأنى، لأنه لا يشاء أن يهلك قوم. يعني هو كتاب قال لنا هو ليه متأني، وعايز يقبل الجميع إلى التوبة، ونفسه أن المصايب اللي احنا عملناها في روحنا دي تفوقنا وترجع الملايين إلى معرفة ربنا. فعشان كده أني أدعي بأني أنا بناء على الجائحة دي أقول نحن على مسافة قد إيه من خط النهاية. أفتكر أنا يعني بتخطى محدودية البشرية. السيد المسيح قال أن هذه الساعة جعلها الآب في سلطانه، يعني he will determine when، الآب سيحدد متى تأتي الساعة بنهاية هذه الكوكب وبداية جديدة بعالم آخر وسموات جديدة وأرض جديدة. وكلمة جعلها في سلطانه معناها أنه مش أحداث معينة هتحصل وبعدين يحصل، لا ده هو اللي بيقرر إمتى الوقت المناسب. يعني في أشياء ستحدث تجعل الزمان قد أتى، منها أن يكرز بهذا الإنجيل، منها أن الكنيسة تقوم بدورها وتوصل الإنجيل لكل إنسان كما ينبغي عشان يأتي المنتهى. فأنا بقول أن دي علامات بتقول أكيد نحن نقترب، كل ما الزمن بيقرب نحن نقترب من خط النهاية. على بعد قد إيه من خط النهاية؟ يعني لا أدعي أن أنا أستطيع أن أني أقول، ممكن تبقى بعد ثانية، وده اللي قاله المسيح، وأنا عايز ألتزم بما قاله المسيح بغض النظر عن كل النظريات التانية اللي ممكن هنختلف فيها وحنعمل شوية حسابات حتى وهنا. أنا دوري أني أكون مستعد أنه الآن ده دوري، لأنه إذا ما جاش المسيح دلوقتي أنا ممكن أنا أمشي دلوقتي، فبالنسبة لي هو جه دلوقتي، فبغض النظر دي نهاية العالم ولا نهاية حياتي، بالنسبة لي هي دي النهاية. فعشان كده أنا لازم أكون متفهم للكونسبت ده، للفكرة دي، أنه في ساعة لا أظن سأرحل، وفي ساعة لا أظن سيأتي المسيح لينهي تاريخ هذا الكوكب. يعني أشكرك أسيس، دي حاجة تطمني وتخليني مش مضطر أفك المسألة الصعبة حسابيا. دكتور ماهر، أنا بتابع السوشيال ميديا وبشوف نقاشات في نفس الموضوع ده، حد يقول اللي بيحصل دلوقتي ده الكتاب تنبأ بيه، الكتاب قال إن هيكون فيه أوبئة وإن هيكون ده بيحصل، وبعض المؤمنين بيتشجعوا يقولوا طيب احنا الكتاب وكلمة الله قالت لنا إن في الأواخر هيكون فيه أوبئة، وغيرهم يقولوا بالعكس دي علامة ان الكتاب المقدس اللي انتوا بتؤمنوا بيه ده مش حقيقي لان هو العالم بينهار، وفين ده في كلمة ربنا؟ فهل أزمة كورونا مذكورة في الكتاب المقدس بشكل ما حتى لو ما كانتش علامة متى تكون النهاية؟ يعني خليني اقول في نقاط سريعة، انا لا ارفض
تماما أن أقرأ الكتاب المقدس في نور الظروف الحادثة، لكني أحاول وأتدرب على أن أقرأ الظروف بعقل شكله الكتاب المقدس، فلا يخضع الكتاب للأحداث المتغيرة. النهاردة نفسره بسبب كورونا، ومن 50 سنة ولا 70 سنة فسرناه بسبب الحرب العالمية الثانية and so on. أنا أعتقد أنه ده بيهز ثقة الناس غير المؤمنين في كلمة الله ويهين الكتاب المقدس، والناس اللي بيندفعوا لتفسير بعض الأحداث على أنه الكتاب تنبأ عنهم بيراهنوا على نسيان الناس، فالناس ستنسى ما قالوه، وبالتالي مش هيكون في وقت أنه هم يخجلوا من اللي هم قالوه. نقطة تانية، أنه شغف الإنسان على مر التاريخ بمعرفة المستقبل واستطلاع النهاية ليس قصر على المسيحيين. هناك على مر التاريخ أنبياء كذب كثيرين، هناك فلاسفة، هناك منجمين، هناك كتابات. يعني كنت بقرأ كتاب لوحدة قالت أنه في 2020 سيأتي فيروس، وهذا الفيروس سيصيب الجهاز التنفسي، فكل الناس هللت وقالت أهو إذن حتى نبوات الغير المؤمنين وغير المسيحيين بتتحقق. بس لما جبت الكتاب وقعدت أقرأ لقيت في الباراجراف نفسه قايلة أنه في 2020 سينتهي الصمم تماما من العالم، سينتهي العمى تماما من العالم، سيكون الطب وصل إلى مرحلة أنها يعني كافية أنها تعالج هذه الأشياء، فواضح أنها تخريف. فأنا لازم أكون موضوعي في قراءتي وأعرف أنه الشغف بمعرفة المستقبل أمر عام وليس قصر على المسيحيين. إقحام الكتاب وإدخاله في هذا الخليط وجعله مجرد كتاب ينبئنا بالمستقبل، أعتقد أنه يعني عدم احترام للكتاب المقدس. كتاب مقدس رسالته عظيمة وسامية وعميقة لتشكيل عقل الإنسان للتعامل مع الواقع، مش للتنجيم ومعرفة ما سيأتي به المستقبل. أكيد في نبوات، وأكيد في نبوات بتتم، لكن علينا أن نحترس بشدة من جهة هذا الأمر، وإحنا بنأول النبوات كلام أكتر مما تحتمل. خليني كمان أقول لو تسمح لي بدقيقة تاني، في سفر الأعمال أصح 1 عدد 6 و7 و8 في حادثة جميلة ممكن ناخد منها نور نسلك به في ضوء السؤال اللي بتسأله يا نادر. الرب يسوع هيسيب التلاميذ ويصعد، وده موقف يعني حادث تاريخي، فالتلاميذ سألوا سؤال مباشر: هل في هذا الوقت ترد الملك لإسرائيل؟ هل في هذا الوقت؟ إجابة الرب كانت غريبة وجميلة جدا، قال لهم: ليس لكم أن تعرفوا الأزمنة والأوقات التي جعلها الآب في سلطانه. بس بص الجمال بتاعه، وراح عامل تحويلة جامدة قوي من المستقبل للحاضر. هم بتسألوا على المستقبل، بص كلام الرب: ليس لكم أن تعرفوا الأزمنة والأوقات التي جعلها الآب في سلطان، لكنكم ستنالون قوة متى حل الروح القدس عليكم، وتكونون لي شهودا في أورشليم وفي اليهودية وفي السامرة وإلى أقصى الأرض. يعني بلاش مشغولية بالمستقبل، خليكم دلوقتي في الرسالة العظيمة اللي أنا سايبكم في الأرض علشانها. وكأنه الرب عايز يقول إن هذه المشغولية المبالغ فيها بالمستقبل هي خصم من النشاط في إتمام الإرسالية الحاضرة. وده الحقيقة أنا شفت أن المشغولية بالمستقبل تأخذ الإنسان وتعزله عن المهمة العظيمة، عن النفوس اللي بتهلك، عن الرسالة، عن بلاش كده، عن التغيير اللي لازم يحصل فيها قبل ما أروح للرب. يعني أنا لو عرفت أن الرب جاي دلوقتي أنا نفسي أكون أنا مجهز، نفسي أكون عملت، نفسي أقول أكملت السعي، نفسي أتغير وأعمل اللي علي قبل ما المسيح يجي. فأنا أعتقد أنه علي أن ألتزم برسالة المسيح بأنه ليس لكم أن تعرفوا الأزمنة والأوقات التي جعلها الأب في سلطانه، انشغلوا بالروح القدس الساكن فيكم والإرسالية اللي عليكم دلوقتي. وكمان أنا بشوف أن الرسول بولس كان دايما بيتكلم عن أنه مجيء المسيح هيحصل في أيامه، ما كانش بيخرف، ما كانش بيغلط زي ما البعض تصور أنه غصب عنه يا حرام كان غلطان. لا، لأنه هو ده قصد المسيح، أن يعيش كل مؤمن في عصره في زمانه على أن المسيح قد يأتي الآن. يعني أعتقد لو الأسيس سامح والدكتور ماهر
مش بيحاولوا يحسبوا المستقبل ومش قلقانين منه ومش بيحاولوا يفكوا اللغز. ممكن أنا وإنتوا نرتاح ونقرر إن إحنا نثق في الرب وفي مواعيده وفعلا نشوف إزاي نعيش النهاردة استعداد أكنه بكرة هيكون آخر يوم في حياتي، وعيش النهاردة دوري وأشوف إزاي روح قدس يعمل فيا من غير مقلق على إمتى هيحصل إيه، وأثق في ربنا. ومش كل حاجة هو قالها لنا، لكن قال لنا كفاية كتير نقدر نعيشه ونشوفه. عايز أنقل الحوار لطريقة شخصية أكتر، ويا دكتور ماهر يمكن هحول مناقشة شخصية ما بيني أنا وإنت في الأسابيع اللي فاتت لمناقشة عامة. هل طبيعي إن مؤمنين اليومين دول يكونوا خايفين؟ سواء خايفين على صحتهم أو خايفين على أهليهم أو على فلوسهم. الأيام دي في دواعي للخوف منطقي، وبعض الناس بيقولوا لو أنا منطقي مفروض أخاف، وبالعكس قلة الخوف ممكن تكون استهتار. وفي برضو بعض الناس بيقولوا لا، المؤمن مش بيخاف ولازم أكون في سلام. فهل في مساحة للخوف؟ والمساحة مفتوحة لغاية فين؟ وإنت عارف أنا كنادر بالذات اليومين دول الخوف يعني بيتشقى معايا قد ايه. فشاركنا كده بفكرك، وايه هو الفكر الكتابي ناحيه خوف المؤمنين في زمن زي ده. يعني يمكن نادر ابدا بانه التصور ان الايماني بالرب يسوع وانتمائي لي وسكن الروح القدس فيا تحولني الى سوبرمان، او تخرجني من دائره الانسانيه بضعفها وعجزها ومحدوديتها وطبيعيتها. فانا بايمان المسيح صرت مسيحيا، لكني لم اتحول الى سوبرمان. انا انسان في لحم ودم. ايليا رجل الله العظيم يعقوب يقول عنه كان ايليا انسانا تحت الالام مثلنا، انسان تحت الالام. فطبيعه البشريه لم تتغير. انا اعيش في جسد مكسور، في عالم مكسور، أعاني ما تعانيه الطبيعة. الرسول بولس يقول وليس ذلك فقط، مش بس الخليقة تئن، نحن الذين لنا بكورة الروح نحن أيضا نئن في أنفسنا متوقعين التبني فداء أجسادنا. فإذا كان ربنا خليني أقول خلقنا بطبيعة تخاف، فعلينا أن نخاف. والخوف والخوف الحقيقة في مواقف كتيرة هو عطية من الله للإنسان لإنقاذه من الخطر. لو أنا دلوقتي قالوا لي أسد داخل عليك وما خفتش، أنا محتاج علاج من مرض السكيزوفرينيا، أنا عندي مشكلة عقلية لو أنا مش بخاف من الخطر. ودي موجودة، حالات موجودة، وإحنا بنشخصها على أنه هناك خلل في قراءة الواقع وهذا الشخص يحتاج إلى علاج. فلابد أن نخاف. الكورونا عمل ثلاث حاجات أنا من وجهة نظري عظيمة جدا وبركة كبيرة لنا، وكلهم يؤدوا إلى الخوف، وعشان كده لازم نخاف. الكورونا استوقفنا بالقوة وبالإجبار أمام ثلاث حقائق. الحقيقة الأولى هي الهشاشية أو الضعف الإنساني، شفناه بشكل غريب وعجيب، لم نكن نتصور أن الإنسان هش لهذه الدرجة. ولما توصل لوعي جديد كنا هربانين منه بسبب ستر ربنا وحمايته، توصل لوعي أنك هش قوي وفيروس مش متشاف ينيمك، أكيد ده يخوف. الأمر الثاني المحدودية والعجز، قلة الحيلة. البلاد بكل التريليونات بتاعتها وبكل الإمكانيات العلمية وكل معاملها تضرب أخماس في أسداس ويقولك عايزين سنة وسنتين علشان بس نلاقي لنا حل مع المصيبة دي. فهذا الشعور بالعجز الشديد يفوقنا شوية من الغباء والحماقة والكبرياء، إن إحنا خلاص إحنا وصلنا القمر، إحنا عملنا الإنترنت، إحنا قادرين على كل شيء. فلما توصل إن عندك مشكلة ومش عارف تحل لازم تخاف. فالشعور بالهشاشية والضعف، الشعور بالمحدودية والعجز. الأمر الثالث الخطير القابلية للموت، المورتاليتي. إحنا يبدو أوضع للناس أن يموتوا مرة ثم بعد ذلك الدينونة، هكذا قال الكتاب. فيبدو أن إحنا نسينا أن إحنا بنموت. فجات الكورونا راح تلطشانا ألم وموقفانا كلنا أمام ثلاث عمالقة كنا دائما نهرب منهم: الضعف، العجز، الموت.
والخلاص المسيحي مقدم للثلاث أمور دول. الخلاص المسيحي يوحد الضعيف بالقدير، ويوحد المحدود بغير المحدود، ويوحد المائد بالذي قهر الموت وقام، فعشان يقدر يغني يقول أين شوكتك يا موت، أين غلبتك يا هوي. فالصدمة اللي اتصدمها العالم في مواجهة حقائق، خلينا أقول تفننا يا نادر، تفننا في إبداع وسائل التشتيت لكي نشتت أنفسنا بوسائل التسلية، بالانغماس في العمل، بالعلاقات الاجتماعية، بالإنترتينمنت، بالميديا، بالفيسبوك، عايشين طول الوقت ما بنديش روحنا دقيقة نواجه فيها الواقع الحقيقي، فبالتالي عشنا مغيبين عن الواقع. وأنا شايف أنه واحدة من البركات العظيمة أنه ربنا رح خلانا نقف قدام الحقائق الثلاثة دي. المطلوب بقى إلهيا من الله عندما نواجه الحقائق الثلاثة دي نخاف. فاللي يقول لي ما نخافش، على فكرة أنت كده يعني ما حققتش الغرض اللي رب، ما استفدتش حاجة. بس لما تخاف هتعمل إيه؟ هنا أفتكر قصة جميلة بحكيها كتير عن يهوشافاط. جاءه خبر وقال له قد جاء عليك العمونيين والمؤابيين وبني المشط، جيش كثير لا يعد كالرمل الذي على شاطئ البحر. فلما سمع يهوشافاط خاف، بس الكلمة اللي بعديها ووجه قلبه ليطلب الرب وصلى. فأنا شايف أنه رد الفعل الطبيعي قدام ما أحدثته الكورونا من أشياء، أنا من وجهة نظري أن في أشياء إيجابية فيها أن نواجه أنفسنا بهذه الحقائق، رد الفعل الطبيعي هو أن احنا نخاف، والمفروض المؤمن يخاف، واللي ما يخافش يبقى غلطان وعنده مشكلة نفسية. بس السؤال ما هو رد الفعل الصحيح لرد الفعل الطبيعي؟ يعني أنت رد الفعل الطبيعي أنك هتخاف، طب هتعمل إيه؟ هتصرف إزاي؟ تلتصق بالرب، تلجأ للرب أكتر، وكمان تاخد الاحتياطات بتاعتك. وخليني أختم يعني بأيتين بحبهم قوي، هي أي نفس الآية بس تكررت مرتين في سفر الأمثال. الذكي يبصر الشر فيتوارى، والحمقى يعبرون فيعاقبون. ألف أمثال 22 وألف أمثال 27، بس في أمثال 22 ربطها بآية بعديها غاية في الجمال. الذكي يبصر الشر فيتوارى، أما الحمقى فيعبرون ويعاقبون. ثواب التواضع ومخافة الرب كرامة ومجد وحياة. وكأنه عايز يقول إن هذا الذكي الذي اختفى من الشر، يعني بلغتنا في الكورونا عمل كل الاحتياطات بتاعته وخلى باله، هذا ليس جبن، لكن ده تواضع ومخافة للرب، لأنه الراجل عارف محدوديته وعارف إمكانياته فما بيكبرش. في أمثال 27 قال نفس العبارة بس غير الحمقى بالأغبياء، والكلمة العبري العبايط، يعني عبط، يعني صحيح، يعني ممكن تاخدها كده عبط. فقال الذكي يبصر الشر فيتوارى، أما الأغبياء فيعبرون ويعاقبون. الآية اللي قبلها، يا ابني كن حكيما وفرح قلبي فأجاوب معيرية كلمة، يعني عايز يقول أنه الاختباء من الشر ليس جب لكنه حكمة. فأنا بشوف أنه أن نأخذ الاحتراز الكافي من الخطر المحيط بنا لا يمكن أن يفسر على أنه عدم ثقة في الرب ولا عدم إيمان في الرب، بالعكس ده تواضع لأننا نعرف محدوديتنا، وكمان حكمة لكي لا أعرض نفسي للشر. ويسوع المسيح عمل كده. يسوع في يوم سمع أن الفريسيين سمعوا أنه يعمد، مع أنه لم يكن يعمد بل تلاميذه، فترك اليهودية ومضى إلى الجليل. في خطر هنا ما نروحلوش برجلينا. فيس إحنا غصبا عننا لازم نخاف، وربنا قاصد أن إحنا نخاف، بس نجيد التعامل مع هذا الخوف بأن إحنا يعني نتصرف حسنا فيه. وعندي كلام أكتر يعني ممكن أقوله لك إزاي نتصرف حسنا أمام الخوف، إيه اللي نعمله، لكن مش عايز أطول في الإجابة دي، يمكن يكون في سؤال آخر يعني. هنرجع لها أكيد، وحتى لو مش مع الناس لوحدينا. أنا يعني أنا متشجع باللي أنا سمعته دلوقتي. دكتور ماهر بيقول لي أنا مش مطلوب مني أكون سوبرمان، وأنا لما قبلت الرب أنا ما زلت في الجسد ده وما زلت في العالم ده، وإن الخوف مش دايما غلط. لكن برضو يا أسيس بنسمع منك كتير إزاي إن خوفي لما روح بيه لربنا ممكن
مش يهرب بمعنى ينتهي وأكن اتعلمنا جانب إيجابي من الخوف دلوقتي اللي هو بيبقى فيه حكمة إيجابية، لكن هل ممكن في محضر الله، هل ممكن في مقابلة مع ربنا خوفي يهدى أو يهرب؟ ربنا عنده حل للخوف؟ يعني الآية الشهيرة فلنخف لأنه مع بقاء وعد بالدخول إلى راحته يرى أن بعضا منكم قد خاب منه، يعني بيقول أن كان في وعد للشعب أن يدخل والبعض ما دخلش، فلازم نخاف أن الوعد في حد ذاته لا يكفي، لكن لازم يكون فيه الإيمان والطاعة عشان نرس. ففي خوف صحي وفي خوف مرضي، خليني أقولها كده. في خوف بيشلني ويخليني أعمل اللي مش ما عملش اللي المفروض أعمله أو أعمل الغلط، فاهم قصدي؟ في خطر جاي عليا فخوفي بيخليني أقف مكاني فالخطر يلتهمني، أو أجري فيجري ورايا فيلتهمني، فاهم يعني؟ يعني أقول لك لما الكلب يجري عليك أقف لو جريت هيجري وراك، لكن لو وقفت له كده هيوقف هو، بس أنا لازم أخاف. يعني رد الفعل الطبيعي للخطر إني أخاف، ده شعور، دي مشاعر، ده reaction لأكشن، لازم يبقى adequate، لازم يبقى رد فعلي العاطفي مساوي لحجم الحاجة. لو حاجة ما تخوفش وأنا خفت زيادة يبقى عندي رد فعل مش مظبوط، مش adequate، مش موازي لحجم الخوف اللي بيهددني، التهديد اللي بيهددني. أنا بتكلم كده علم نفس، أنا آسف، بس فالخوف الطبيعي معناه أن أنا إنسان طبيعي، الخوف الزائد عن الطبيعي معناه أني أنا عندي ضعف معين محتاج أرعيه. عدم الخوف أمام الخوف زي ما قال الدكتور ماهر معناه أن أنا مش مظبوط، يعني أنا عندي حاجة راكبة غلط لأن أنا كان مفروض أخاف وما خفتش. فالسؤال هو الخوف ده بيؤدي بي إلى إيه؟ زي ما قال برضو الدكتور ماهر، فطلب وجه الرب، فجعل وجهه لطلب الرب، راح لمصدر الأمان، عمل الصح أمام الخطر. فأنا بعمل إيه قدام التهديد ده اللي يقول لي أنا إنسان جبان ولا أنا إنسان عاقل؟ مع ربنا، مع ربنا هحس بالخوف، بس هعمل إيه؟ هترمي مع ربنا. إذا سرت في وادي ظل الموت لا أخاف شرا، أنا مش خايف من الشر، لأنك أنت معي، عصاك وعكازك هما يعزيان. مش معناه ما شعرتش بالخوف، لا، أنا لازم أحس بيه، لكن هذا الإحساس أدى بي إلى إيه؟ ارتميت في حضنه فحسيت بالأمان. الأمان شعور أعمق من الخوف، الخوف ده رياكشن، الأمان ده طمأنينة عميقة داخلية خلتني قادر أفكر صح، خلتني قادر أخد القرار الصح، خلتني أقدر أقف الموقف الصح في الحياة. فإحنا مش بنتكلم عن ما تخافش، إحنا بنتكلم عن الأمان، السيكيوريتي، وده أعمق، دي حالة بعيش فيها. الخوف رد فعل مؤقت للحاجة، أنت خضتني فأنا خفت، ما إذا ما خضتنيش وأنا ما خفتش يبقى أنا ما عنديش استيعاب. لكن الأمان شعور مستمر معايا، أنا ساكن في حصن ربنا، أنا وضعت حياتي، أنا عندي ثقة فيه، فأنا مش عايش مرعوب، مش عارف أتلفت، لكن لما خطر جاء خفت. لكن الخوف ده أدى بي بسبب الأمان اللي جوايا أني أنا رحت للمكان الصح، أن أنا خدت القرار الصح، أني أنا تفاعلت بطريقة حقيقية وصحيحة مع الموقف دوت. واضح؟ فالأمان حالة، حالة نتيجة أني ساكن في ستر العالي، نتيجة أني حطيت ثقتي في ربنا، نتيجة أني حياتي وديعة في إيد ربنا وعارف أن محدش هيقدر ياخدها منها غير لما هو يقررها. فده أمان أنا عايش فيه، فده اللي بنتكلم عنه، سلامي أعطيكم ليس كما يعطي العالم. فأنا باخد حاجة من ربنا العالم مقدرش يدهاني، ده مش بيمنع الرياكشن بتاعي لحاجة تخوفني. وزي ما قال الدكتور ماهر ان اذا ما خفتش ما مش هتفادى المصيبة. واحد جاي يضربني فانا ما خفتش، اذا ما خفتش اللوكمية هتيجي فيا، اذا خفت هرجع لورا فاللوكمية مش هتيجي فيا.
فإحنا بنمزج ما بين الكلمتين دول. لما أقول لك ما تخافش، ما تخافش أن ربنا معاك، مش قصدي ما تشعرش بالخوف، قصدي حط ثقتك في ربنا، عيش في الأمان بتاع ربنا، السلام، السلام، سلام الله الذي يفوق كل عقل يحفظ قلوبكم وأفكاركم في المسيح. يحفظ إن مشاعري ما تغلبنيش، يحفظ إن تفكيري ما يشتش وما لخبطش واخد قرارات غلط، فأقدر بسبب السلام دوت إن برغم الخوف، برغم الإحساس دوت بالتهديد، قدرت أعمل الحاجة الصح اللي ربنا عايزني أعملها عشان الخطر ده ما يلتهمنيش، عشان الخطر ده ما يدمرنيش، عشان بالعكس أحول هذا الخطر لبركة لحياتي ولحياة الذين هم من حولي. إني أقول مفيش فيروس، إني أقول مفيش مش عارف إيه، ده كلام فاضي. ما الناس يعني المرمية في المستشفى ده إيه؟ طيب ما التحليل دي بتقول لا لا في فيروس يا جماعة، اسمه كورونا هو موجود وأدي الكود بتاع. لا لا أنا بهزر، إني أنا ما احترصش، إني أنا لا لا أنا مش عايا. أنت ليه أنت مش هتعيا؟ ما أنت بني آدم ممكن تعيا، ما أنت بالعكس ده أنت ممكن ما تعياش وتحمل المرض ده وتعي الناس اللي حواليك. فأنت لازم تراعي مش بس نفسك، لازم تراعي اللي حواليك. فالخوف الأدكوت اللي بيخليني ما تشلش، يخليني functioning well، بتصرف صح، بنتج، بعمل، براعي، بتصرف، بساعد، ده معناه أني أنا عندي سلام، عندي طمأنينة. الخوف اللي يشلني أو عدم الخوف اللي خليني أتهور، لا دي حسبة غلط. أنا أفتكر ده اللي قاله الدكتور ماهر، أنا بقولها بالبلدي. يعني أشكركم، أنا مش عارف أنتوا إيه أخباركم، بس أنا مبسوط جدا ومستفاد جدا. وأميرة اكتبي يا ريت اللي بيتقال ده عشان تبقي فكريني بيه كل شوية. فرق معايا لما السيس قلت لنا دلوقتي مش هقول لك ما تخافش، لكن وانت خايف ليك سلام في الرب. وفرق معايا برضو ان الخايفين يعرفوا ان هم طبيعيين، لكن السؤال انا هعمل ايه بخوفي، وهل هعمل زي هوشافاط وهعمل زي ما الكتاب يوصيني، ولا هتمسمر في مكاني او هعيش في ضعف رغم ان انا ليا اله عظيم يقدر يرفعني ويشجعني. انا فرحان جدا بالجزء ده من أنا جاي له حالا، بس هضيف بعد صغير ونرجع للخوف. وإحنا شكلنا كده هنكمل الأسبوع الجاي، لأن إحنا الأسئلة اللي عندي ما عدناش نصها والوقت بيجري مننا. لو أنتم مستمتعين قولوا لنا كده على السوشيال ميديا أن نكمل الأسبوع الجاي في نفس النقاش بتاعنا. أسيس أنا هسألك سؤال هيخليني أروح لدكتور ماهر وأسأله أتعامل مع الخوف إزاي. يعني فارق معايا مشهد، عارف أنه هو يمكن رمزي، أن كل واحد في حضراتكم ماسك كتابه، مسك كتابه المقدس. انا مش عارف تعرفينه ولا لا، بس هو احنا في الاغلب مش مصريين بس، في العالم احنا اللي من دول ماسكين حاجه برضو وبنبص فيها طول الوقت، اسمها الشاشه. الشاشه دي بتديني ميديا، سواء بقى تواصل اجتماعي او قنوات اخباريه او رفاهيه. واليومين دول احنا في رمضان وعندنا مسلسلات وعندنا الاخبار وعندنا برامج وعندنا السوشيال ميديا بقى، يعني في صفحات بتقول انه ده اصلا فيلم هندي وما فيش مرض، وفي صفحات بتقول في صفحه ظهرت في مصر امبارح واحد بيثبت ان في 9000 واحد ماتوا في مصر من الكورونا. ده واحد انسان، دي مش وكاله انباء حتى. الميديا دورها في حياتنا ايه؟ انا اسمائهم لا يعني طبعا ما فيش مصداقيه، بس قصدي اقول ان الشاشه بتاثر، وانا واحد اهو بقضي مع الشاشه. ما اعرفش كل واحد فيكم بيقضي كام ساعه، لكن يعني اقل واحد من دول بيقعدوا ساعتين ثلاثه بيبص على الشاشه وبيتعرض لميديا. احنا كمؤمنين نتعرض للميديا ولا نتعرض لهاش؟ نتجنبها لا نتجنبها؟ طب تاثيرها علينا ايه؟ وبعدين هيجي الدكتور ماهر يقول لك بعد ما زودنا على الخوف الميديا، طب اعمل ايه؟ فقولي يا اسيس الاول، عايز تقول لنا ايه على الميديا؟ اهربوا منها يا اولاد، ولا خلوا بالكم، صدقوا ما تصدقوش؟ انت بتتفرج على الاخبار اصلا؟ كل يوم انا كل يوم بتابع الاخبار وبستنى الريبورت بتاعنا وريبورت بتاع العالم، وانا بتابع الاخبار بشكل هائل من ساعه 2011 25 يناير. انا افتكر ده دوري كمؤمن وكمسيحي، اني انا اعايش ما يحدث حولي، لأن أنا موجود في هذا العالم. أنا مش عايز العالم يأثر فيا،
لكن أنا عايز أأثر فيه. فلو أنا منفصل عن هذا العالم وما يحدث فيه، أنا لا هتكلم لغة يفهمها ولا هتكلم عن اللي بيحصل، فمن يسمعني؟ فأنا عايز أعيش في واقعي وفي زمني وفي أحداثي، وعايز أفهمها وعايز أحسها وعايز أتفاعل معاها، وعايز أفتح الكتاب وشوف الكتاب بيقول إيه عشان أخذ من الكتاب رسالة للعالم اللي أنا عايش فيه. فأنا معايا الموبايل والآيباد، أنا مش بتاع كمبيوتر قوي، ومعايا كتاب مهندس، فأنا عايز أبص في ده وأبص في ده وأتابع الأحداث ديت. بس أنا لازم أختار أنا هبص على إيه وهبص قد إيه وحكتفي أمتى بالخبر، لأن خلاص بيتكرر وملوش لازمة، والخبر هيستوعبني ويشلني، ولا أنا فهمت، أنا خدت الرسالة اللي أنا عايزها، ومش مجرد بقى بضيع وقتي مع الخبر. فالميديا وسيلة تواصل، بتوصل الحقيقة وبتوصل أكاذيب، بتوصل معاني وبتوصل فلسفات غلط ومبادئ غلط، وبتصور وبتوصل إباحية وبتوصل قلة أدب، بتوصل كل حاجة الحقيقة. يعني هي وسيلة تواصل وبقت متاحة للكل وبقت خيالية يعني، والإبداع فيها وهو أتراكتف بقى مذهل. فأنا أكيد عايز أبص، لكن لازم أختار أنا ببص على إيه، وبدور على المصادر الحقيقية، وبقارن المصادر ببعضها عشان أتأكد الخبر ده حقيقي ولا بيضحك عليا، لأني ممكن أتخد بفكرة وإن ده مس وده مش عارف إيه وده 5G وده مش عارف إيه وده كلام فاضي وما فيش أصلاً فيروس ودي أشعة ورماها مش عارف إيه. يا جماعة يعني ما أنا دكتور برضو فاهم، ويعني واللي طلع والنهاردة عندنا الجينوم بتاعه ورقم بتاعه، يعني ما ده مش 5G، ده مش شعاع ضرب البتاع دوت، والشعاع مش هينتقل بالرزاز. فأنا لازم أقرأ وأفهم وأحلل عشان يبقى عندي المعلومة، أنا محتاج أعرف المعلومة وأحللها. ربنا عمل لي مخ عشان كده، ولازم أتفهم، لأن بناء على الفهم بتاعي دوت أنا هاخد قرارات في حياتي وللآخرين، وبناء عليه لازم عندي رسالة للمستمع كأسيس تبقى مقنعة. فلازم عندي الحقيقة، وإلا هتكلم في خرافات وهاخد هلاوس وأنشرها وهيبقى منظري يعني ولا مؤاخذة يعني. فأنا اللي بختار أنا هتفرج على إيه وإيه نوع الانترتينمنت. لو أنا عايز أعمل انترتين بنفسي وعايز أخرج من الواقع ده وأقضي وقت مع فأنا بتفرج كتير مثلا على الناشنال جيوغرافي والحاجات الحيوانات والطبيعة، لأن أنا بحس إن أنا بحب الطبيعة وبحب العالم اللي ربنا خلقه، وأحب أفهم أسراره وأتفرج عليه، وبتعلم دروس من البيولوجي. أنا دكتور فأنا فاهم بيولوجي، ولما بتفرج على عالم الحيوان والدنيا والقوانين ديت، أنا بالنسبة لي ده إثراء فكري في وقت أنا عندي وقت، طب أنا أسري نفسي بالحكاية ديت. فأنا لازم أختار أنا هدخل إيه لعقلي وإيه الصور اللي هدخلها، وهتبنيني ولا تهدمني، هتبدي فرق معايا ولا مش فرق معايا. ولازم أوازن ما بين الكمية دي اللي داخلة من هنا وبين الكمية دي اللي داخلة هنا، لأن ده النظارة اللي لازم تحكم دوت. ولو اللي داخل من هنا أكتر بكتير من هنا، أنا هيختل توازني الروحي والنفسي والعقلي. لو أنا بقرأ هنا ومش بقرأ هنا خالص، أنا هبقى بعيد عن العالم اللي بعيش فيه، وبفقد دوري وبفقد رسالتي وبفقد إحساسي كإنسان بالناس. مش عارف دي الإجابة يعني. أنا بتكلم في السؤال بتاعك. أكيد أكيد. أنا افتكرت لما يسوع كان بيصلي في يوحنا 17 وبيصلي لينا وبيقول لس أسألك أن تأخذهم من العالم بل أن تحفظهم من الشرير. فأنا مش هبعد عن الميديا وبقى كني كائن فضائي، لكن محتاج أخلي بالي أتفرج على إيه وقد إيه عشان التوازن ما يختلش. يمكن نمخص كويس. ماشي. شكرك يا أسيس. وأنا عارف يعني دكتور ماهر، أنا قصدت أجل حتة أتعامل مع خوفي إزاي قبل ما أكون دخلت موضوع الميديا، وعايز أسمع حضرتك قبل ما نسمع أتعامل مع خوفي إزاي، رأيك إيه برضو في موضوع الميديا؟
لأن الموضوع خطير، والأخبار والأرقام اللي بسمعها الوقت اللي فات أنا شخصية بحب أبحث مرعبة. يعني دلوقتي التليفونات الحديثة بتقيس عدد الساعات، وكنت سمعت قبل كده إن المعدل بتاع الناس في العالم إن الناس بتبص في شاشة الموبايل معدل متوسط 5 ساعات في اليوم، والرقم ده خضني إنه رقم عالي. عملت بحث قريب واكتشفت إن إحنا دلوقتي المعدل بتاعنا بقى 8 ساعات في اليوم من ساعة أزمة كورونا ما قعدت كتير من الناس في بيوتهم. فلو أنا عندي 8 ساعات في اليوم على الشاشة، معرفش مين مننا بيقرأ الكتاب المقدس لمدة 8 ساعات، ده يبقى خبر ممتاز طبعا، لكن كده مش هلحق ولا ناكل ولا ننام. فتأثير الميديا علينا إيه وعلاقته بالخوف، وبعدها على طول حضرتك ادخل في حلول وتعاملات مع الخوف. يعني خليني أأكد على كلام الأسيس سامح، أهمية عدم انفصال المؤمن عن الواقع. إحنا محتاجين نعرف الثقافة المحيطة بينا واللي بيعاني منه الناس، أديب أنبهر بالرب يسوع اللي في وسط مشغوليته بإرساليته العظمى كان عنده أخبار عن الذين سقط عليهم البرج في سلوام. فمش بس لما جم بيسألوه بيقولوا له عن الذين خلط بيلاطس ذبائحهم بدمائهم، فهو قال لهم وكمان أنا عندي خبر أنه حصل أن البرج وقع في سلوام وموت كم واحد، فمتابع الأخبار ومتابع عدد الوفيات وعدد الإصابات وعارف. فلم يكن سيدي المسيح منعزلا عن الواقع لأنه بيحب الناس وعايز يخدم الناس وعايز يعرف إيه اللي مخوف الناس. بس حابب أقول أنه تلاصق الناس النهاردة مع الأخبار بس، مع الفيسبوك، مع تويتر، مع إنستجرام، مش مع كتب ثقيلة، مش مع برامج دوكيومنتريز مثلا تزيد من الثقافة وتزيد من الوعي وتشكل العقل بشكل صحيح، لكن اسمح لي أقول الالتقاء اليومي بكم مخيف من الأكاذيب والهراء والهري والكلام اللي ملوش أي معنى ولا ليه أي لازمة. فأنا حابب أقول حاجتين كبار، حاجة بنشترك فيها كمصريين مع كل العالم، أن الكذب يسود في كل الأرض، والكذب يسود في كل الأرض لكذا سبب. السبب الأول أن رئيس هذا العالم هو إبليس وهو إله هذا الدهر، والرب يسوع ما وصفهوش في كل أحاديثه عن الشيطان إلا بوصفين، أنه كذاب وقتال، هو الكذاب وأبو كل كذب، ودي الترجمة الأدق، هو الأب، هو الفاذر، هو السورس بتاع أي كذبة في العالم. فإبليس شغلته تضليل الناس عن الحقيقة. ليه؟ لأن الحقيقة بتحرر، والفيسبوك مساعده، والفيسبوك كل حاجة مساعده، الحق يحرر. وإذا كان إبليس يريد أن يستبقي العالم في عبودية تحت سلطانه لابد أن يبعد عنهم الحقيقة، وكل حق هو من الله. فأي حقيقة طالما أنها حقيقة هي محررة، فإبليس من مصلحته أنه يبعد الحقيقة عن الناس، والناس ما أسهل أنها تنطق بالكذب وتنشر الكذب دون أن تفكر فيه. فده أول سبب، العالم كله واقع تحت الكذب. السبب الثاني أن احنا في مرحلة في التاريخ البشري لم يصل إليها تاريخ البشر في أي فترة من الفترات. يعني أيام الفلاسفة العظماء كانوا ينادوا بثلاث أشياء، الحق والخير والجمال، وعلى مر التاريخ كانت الفلسفة والفكر والأدب كله يتجه إلى أهمية الحق. من 1970s من القرن العشرين دخلنا في عصر ما بعد الحداثة، وقالوا إنه ما فيش حاجة اسمها حق مطلق، فالحق نسبي، فنسبنت الحق ميعت الأمور وجعلت إتس أوكي هو ده حق بس ده من وجهة نظرك لكن مش ضروري بحق لي. من 2016 دخلت في قاموس أكسفورد، دخل تعبير جديد، Post Truth Era. Post Truth، نحن في عصر ما بعد الحق، مش ما بعد الحداث، ما بعد الحق. وقصدهم بالكلمة المرعبة دي أنه الحق ما يهمش،
فيش حاجة. إيه الحق ده؟ الحق ده اختراع اخترعوه بعض الناس عشان يسيطروا بيه على الآخرين. فسيبك من الحق، المهم اللي بيشتغل، المهم اللي بيجيب نتيجة، المهم اللي بيكسب. وتقال ساعتها بالصدد أنه ترامب كان فيه تشكيك في بعض الطرق اللي يعني وصل بيها وفاز بيها وبتاع. فقال لك احنا في عصر بوست تروث، يعني مش مهم خالص حقيقي ولا مش حقيقي. فتخيل لما ده يسيطر على ضمائر العاملين بالإعلام، يسيطر على ضمائر المتحكمين في الميديا، انه مش بس الحق نسبي، لا الحق ما يهمش، احنا عدينا عصر الحق. الحاجة الثالثة بقى اللي ناقشت اللي بفكر فيها وارتعبت منها لما بدأت أسمع مثلا فيديوهات وأحللها بدقة للي بيدعوا نظرية المؤامرة، كم الإتقان في عرض القضية. علشان فما قدرتش أمنع نفسي كطبيب نفسي من نعمل سايكو أناليسيز وأقول الناس دي مريضة. ففي مشكلة تانية أن السايكولوجي بتاع الناس هو اللي بيتحكم فيما يؤمنون به وفيما يرفضون وفيما ينشرونه وفيما يقولون وفيما لا يقولون. فممكن واحد متغاظ من واحد يألف تأليفة كبيرة ويصدقها يعني على انتقاما من هذا الشخص، أو علشان يهدم هذا الشخص أو يوصل هذا الشخص. والناس عندها استعداد تضحي بالغالي والرخيص في سبيل الانتقام من شخص بأنه يقول أكاذيب. فنحن في عالم الأكاذيب، وعلى المؤمنين، وأنا برجوهم من خلال البرنامج ده، برجوهم إنه يا جماعة نعرف أن العالم يسوده الكذب، وعلينا أن نصحو لكي ما لا نصدق الكذب. دي حاجة. المشكلة الثانية بقى من ناحيتنا إحنا كمصريين، مش إنه بس الحق غاب والكذب بيسود، إحنا ملوك الفهلوة، إحنا مش بتوع العقل النقدي، مش بتوع العقل اللي بيفحص ما يسمع ويراجع ما يسمع. احنا يا نادر بتوع المذكرات لو تفتكر في كلية الطب، احنا مش بتوع التكست بوكس، احنا مش بتوع المراجع، احنا مش بتوع الاثوريتيز. مين اللي قال الكلام ده؟ اي واحد بيفتي في اللاهوت، واي واحد بيفتي في العلم، واي واحد بيفتي في الطب. انا ببقى قاعد في اعداد كتيرة مع ناس بيفتوا في الطب كلام غريب، كلام غريب وأنا قاعد بستغرب فعلا، أو يفتوا في علم النفس بكلام غريب، وكله بيتكلم وكله بيقول وكله. فإحنا مدارسنا وجامعاتنا لم تطور لنا العقل النقدي اللي موجود عند الناس بره، عند الغرب بالذات. فالحضارة الغربية مملوءة بالأكاذيب زينا زيهم، لكن على الأقل نظم التعليم طورت عند الأولاد العقل النقدي اللي بيقول هو ده صح ولا لا، هو ده ينفع ولا ما ينفعش، هو ده زي ما كان بيقول الأسيس سامح، هو ده كلام يركب ولا ما يركبش مع الحقائق المثبتة. أنا أجرؤ أني أقول أن الرب يسوع علمنا أن يكون لنا العقل النقدي، ويريدنا، وأقولها بجراءة وباحترام، وأنت عارف غلاوة الكتاب المقدس علي، لكن المسيح يريدنا أن نتعامل بالعقل النقدي حتى مع النص المقدس. مرة فاجئ اليهود بكلمة غريبة، قال لهم هو المسيح ابن مين؟ قالوا له ابن داود. قال لهم فكيف يقول له داود في المزمور قال الرب لربي فإن كان ابنه كيف يدعوه ربا؟ إيه ده؟ أنت عايزنا نفكر في النص ونتساءل ونسأل النص ونعمل العقل النقدي في النص؟ يقول أيوة، لأنه ده نعمة من نعم ربنا علينا أن نراجع ما نسمع. فإذا كان الرب يسوع يدعونا أن نعمل العقد للنقد في النص المقدس، ألا يريدني أن أعمل العقل النقدي مع الفيسبوك ومع الأخبار ومع الكلام الفارغ اللي بيقولوه أي ناس؟ لا أعتقد ده مهم. تعليم بقى بقية الرسائل رسول بولس، امتحنوا كل شيء، لا تصدقوا كل روح، امتحنوا كل شيء وتمسكوا بالحسن. فرب ادينا نعمة إن احنا نمتحن. آخر حاجة أقولها في التعامل مع الميديا، في رجلين من رجال الله وصلتهم أخبار وكان تعاملهم مختلف، وأتمنى أن احنا نتعلم درس. إيليا جات له رسالة خبر بيقول له إيزابل بتقول هكذا تفعل بالآلهة وهكذا تزيد إن لم أجعل نفسك كنفس واحد منه. أرى الرسالة تشل زي ما كان الأسيس بيقول من شوية، وخاف وخد بعضه وساب الخدمة وهرب وراح استخبى في كهف.
إيه السر؟ لم يعمل العقل النقدي. تعرف لو عمل العقل النقدي من أول الرسالة هكذا تفعل الآلهة؟ لا طمنتيني قوي، ده الآلهة أنا مبارح كنت قاعد معها ما عملتش أي حاجة، فإن جت على الآلهة ده أنت كتر ألف خيرك أنت كده طمنتيني. عارف بيت الشعر العربي؟ قال الفرزدق، قال جرير أني سأقتل الفرزدق، أني سأقتل مربعة، أبشر بطول سلامة يا مربعة. يعني طالما جت على جرير هو لا ده ما بيعرفش يعمل أي حاجة، فهكذا تفعل الآلهة. الآلهة ما بتعرفش يعمل حاجة إلي. وبعدين لما الرب واجهه بقى بين له أنه كان قاري الأخبار بشكل خاطئ ولخبط الدنيا وقال أنا بقيت وحدي ولا هو بقي وحدي ولا يحزنه. في واحد تاني بقى جات له رسائل مكتوبة بأخبار مرعبة وحقيقية، جزء كبير منها حقيقي. لما ربشاقي اللي هو بتاع سنحريب كتب رسائل تهديد لحزقية، كتاب يقول في إشاعة 37، فقرأ حزقية الرسائل ونزل إلى بيت الرب ونشر الرسائل أمام الرب. فأنا عايز أقول نعمل العقل النقدي فلا نسقط في موقف إلي، وإذا أعملنا العقل النقدي وطلعت فيه أخبار تخوف ما عندناش مشكلة، هناخد الأخبار اللي بتخوف ونعمل زي ما الأسيس قال من الأول، أخدها واروح بيها إلى رب. والتعبير جميل، نشرها أمام الرب. يا رب أدي الرسائل، أدي الأشياء اللي تخوف، أنا مش أديها لكن أنت أديها. قد إيه يعني الكلام ده مشجع، بس في نفس الوقت يعني بيحذرني إن الميديا مليانة كذب، وإن يظهر إن إحنا ببساطتنا بناكلها بسهولة. محتاجين خلي بالنا من الكمية ومن الكيفية، محتاجين نحطها قدام ربنا ومحتاجين نشغل مخنا. عايزين نتكلم أكتر عن الخوف وعن حماية المؤمن، وعايزين نتكلم عن نعيش إزاي الأيام دي ونتوقع بكرة إزاي، لكن هنحتاج نكمل الأسبوع الجاي لأن وقتنا خلص. نفسي وإحنا بنختم اجتماعنا النهاردة ناخد وقت نصلي فيه، فهطلب من دكتور ماهر يصلي لنا إن الله يكون بينور علينا وبيفتح مخنا، وبعدين الأسيس سامح يصلي لبلدنا اليومين دول وإحنا في وسط الظروف دي، والحكومة بتسعى جاهداً إن هي تقوم الاقتصاد وتحافظ على صحتنا، وإحنا كأفراد في مصر بنصارع مع الخوف ومع الأكل والشغل. فدكتور ماهر يخدنا في صلاة شخصية والأسيس يصلي لبلدنا، وبعدين استأذنك أسيس تختم اجتماعنا ونكمل مع بعض اللقاء علشان الجمعة الجاية نكمل الحديث والمناقشة دي مع بعض. خلينا نصلي. رب الحبيب يسوع، أشكرك لأنك لم تكن لنا فقط المخلص بل القائد والقدوة. كنت دائما تدعونا وتدعو تلاميذك قائلا هلم ورائي. أرجو يا رب أن تفتح عيون شعبك وأولادك، أن تفتح عيني وعيون أخواتي وإخوتي في كل مكان، تفتح عيوننا عليك، على جمالك، على روعتك، على سلطانك، وتخلق فينا يا رب شغفا جديدا أن نكون مثلك. أنت الذي كنت محاط بالخطر في كل لحظة منذ دخولك إلى العالم، طلب ملك البلاد أن يقتلك، وعرفت معنى الهروب ومعنى الاختباء من الشر عندما جئت إلى أرضنا هنا إلى مصر. وعشت يا رب طوال أيامك محتقر ومخذول من الناس، رجل أوجاع ومختبر الحزن، مرفوض من الأمة، مكروه الأمة. كنت في كل لحظة تتعرض للاغتيال والقتل، تشاوروا عليك بدل المرة مرات لكي يهلكوك، لكن يا سيدي لم نرك يوما مهزوزا أو ضعيفا، كنت قويا عظيما رائعا مملوء بالسلام، وتبث السلام في قلوب تلاميذك. أيها الرب الحبيب يسوع، غيرنا لنكون شبهك، اعمل فينا بروحك لكي نحيا لأنك أنت حي بنفس نوعية حياتك. وأعطنا يا رب أيضا أن نكون كما طلبت وأمرت وأوصيت، ملح ونور للأرض، أن نكون عاملين باجتهاد لبركة شعوبنا، نتمم رسالتنا،
ننادي بيسوع الخلاص لكل إنسان حولنا. أشكرك يا رب لأجل هذا اللقاء، أرجو أن تستعمل كل كلمة فيه لبركة شعبك الذين سمعوا، في اسم المسيح يا أبانا استجب، آمين. يا رب نصلي عشان مصر، عشان هذه الأمة اللي أنت باركتها، عشان الشعب اللي أنت اديتنا نكون جزء منه، وسألتنا أن نقف على أسواره ونناديك وندعوك ونرحب بيك. وبنشكرك يا رب أنه في حتى في وسط هذه الجائحة إيدك واضحة، إيدك واضحة. هذا الشعب البسيط بإمكانياته المحدودة أنت حافظت عليه حتى هذه الساعة. كمل يا رب، كمل. إيدك توضع على هذه الأمة يا سيدنا الرب، حماية 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 يا رب من هذا البلاء، من هذه الكارثة، من هذا الوباء. حكمة يا رب لرئيس جمهوريتنا وللحكومة ووزارة الصحة بشكل خاص، حكمة سماوية عشان تقود سفينة هذه الأمة يا رب إلى بر الأمان. حكمة يا رب، قرارات مصيرية هتحدد مستقبل هذا الشعب يا رب وحياة الكثيرين اقتصاديا وصحيا. يا رب احنا شايفين ايدك ومتشكرين قوي 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 على اللي بيحصل معانا، بس احنا طمعانين فيك يا رب، طمعانين في غنى نعمتك انك تتمم لنا كل المواعيد يا رب، كل المواعيد، وانك تزور هذه الامه في هذه الايام وتزور الناس في بيوتها في صحيانها وفي منامها، تزور مستشفياتها ومرضاها يا رب، تزور فقراءها ومساكنها يا رب في احتياجاتهم المادية، في لقمة العيش اللي اتقطعت عن ناس كثيرين يا رب. احنا طمعانين في كرمك يا رب وفي غنى نعمتك يا رب، وبنقف ككنيسة واحدة من أجل هذا الشعب، وبنقول لك بركة يا رب، بركة يا رب، بركة بركة من عندك، من غنى سخائك، من غنى محبتك ومراحمك يا رب. وتعلن لهذا الشعب أن لأجل مراحمك صنعت هذا، ولأجل مواعيدك صنعت هذا يا رب. احنا بنصلي في اسم الفادي، في اسم المحبوب، في الدم اللي دفع وسفك من أجلنا ونحن غير مستحقين. اسمعنا وأجيبنا، واسمعنا ونحن نصلي الصلاة التي علمتنا إياها. يا أبانا الذي في السماوات، ليتقدس اسمك، ليأتي ملكوتك، لتكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض، خبزنا كفافنا أعطينا اليوم، واغفر لنا ذنوبنا كما نغفر نحن أيضا للمذنبين إلينا، ولا تدخلنا في تجربة لكن نجنا من الشرير، بالمسيح يسوع ربنا، لأن لك القوة والمجد والسلطان إلى الآن وإلى أبد الآبدين، آمين.